حال لا سمح الله توقفت الكهرباء تماما عن هذا المستشفى، ما مصير الموجودين فيه؟ هل بالإمكان نقلهم إلى ربما مراكز أو مستشفيات قريبة؟ ما هي الخيارات المتاحة في هذه اللحظة أمام إدارة مستشفى شهداء الأقصى لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى؟ حامد، يعني الخيارات، لا خيارات خلال الساعات القادمة إذا ما توقفت الكهرباء بالكامل. الخيار، أو على الأقل يمكن أن نقول أن المشهد سيكون هو لموت العشرات من المرضى، من الجرحى، من مرضى الفشل الكلوي، من أبطال الخدج، هؤلاء الذين يحاول الأطباء والكادر الطبي إنعاشهم ببعض من الحياة عبر أجهزة التنفس الاصطناعي. لذلك نحن نتحدث عن مشهد مأساوي، مشهد من العجز، وهذا المشهد يذكرنا أيضا بما كان تواجهه الطواقم الطبية في بداية هذا العدوان مع كثافة الجرحى وأعدادهم الكبيرة. كان الكادر الطبي قد واجه عملية المفاضلة ما بين من يمكن إنقاذهم ومن لا يمكن إنقاذهم، وكانت الطواقم الطبية تتركهم آسفة لأن يستشهدوا ويفارقوا الحياة في ظل عجز كبير عن التعامل معهم. هذا الحال سنواجهه خلال الساعات القادمة في ظل العجز الكبير. لن تستطيع الطواقم والكوادر الطبية تقديم أي عملية إنقاذ حياة لهؤلاء الجرحى والمرضى في ظل انقطاع الكهرباء. هم يحتاجون لأجهزة تنفس اصطناعي، يحتاجون لتقديم أو أجهزة يمكن أن تبقي أجهزة أجسادهم تعمل على الأقل خلال الأيام القادمة. وأصلا هم لا يستطيعون أن يقدموا خدمة طبية كبيرة، أصلا القطاع مدمر. وهذا الواقع وهذا يعني التحدي الجديد لهذا المستشفى الذي كنا نقول على صغره، وهو صغير جدا أمام المساحة الجغرافية التي يقدم فيها الخدمة بمخيمات لاجئين مكتظة ومنطقة وسطى، أصبحت هي مركزا لنزوح مئات الآلاف بعد عملية مدينة رفح. هذا المستشفى هو المركزي بعد إخراج كامل مستشفيات قطاع غزة تقريبا عن الخدمة. لا مستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع، حتى المستشفى المعمداني هو مستشفى صغير في جنوب القطاع. هذا المستشفى هو المركزي على الأقل حاليا ومنذ فترة بسيطة بعد إخراج مجمع ناصر الطبي عن الخدمة، إخراج مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح المركزي في تلك المدينة عن الخدمة، وأيضا مستشفى الكويت التخصصي الصغير وهو أشبه بعيادة يمكن أن يخرج عن الخدمة خلال الأيام القليلة القادمة إذا ما وصلت الآليات الإسرائيلية إليه في ظل استمرار عمل الكادر الطبي بداخله. ما تبقى هي مستشفيات ميدانية، مستشفيات صغيرة أصبحت تقدم الخدمة بشكل بسيط جدا وطارئ. المستشفى الأوروبي الموجود إلى الجنوب الشرقي من مدينة خان يونس هو مستشفى كبير بأقسام مختلفة، لكن أيضا يعاني من توقف لكثير من أقسامه عن الكهرباء بسبب تخفيف الأحمال، وبذات أيضا التحدي الذي يعاني هذا المستشفى، عدا عن الأوضاع الصعبة التي يعانيها الكادر الطبي هناك من نقص المستلزمات ونقص الأسرة ونقص كل شيء يمكن أن يزيد من مستوى الخدمة المقدمة. لذلك نحن نتحدث عن انهيار حقيقي للمنظومة الصحية، انهيار حقيقي للقطاع الصحي الذي أخرج حتى هذه اللحظة أكثر من 35 مستشفى عن الخدمة، سواء باستهداف إسرائيلي مثل ما حدث مع مجمع الشفاء الطبي، مجمع ناصر الطبي، وأيضا مستشفى كمال عدوان حينما اقتحمتهم قوات الاحتلال، أو بالحصار الإسرائيلي المطلق على قطاع غزة ومنع إدخال الإمدادات سواء الوقود أو المستلزمات الطبية للمستشفيات مثل مستشفى شهداء الأقصى ومستشفى غزة الأوروبي. أوضاع صعبة، صورة كارثية، يمكن أن نقول أننا على موعد مع ساعات صعبة جديدة خلال هذا العدوان الممتد، كما هي ساعات كثيرة عايشناها خلال هذا العدوان من قتل ومآسي وتسلسل في القتل للإنسان الفلسطيني عبر تعمد إسرائيلي واضح بحصار هذه القطاعات المهمة التي هي القطاعات الوحيدة التي تحاول أن تعمل وتقدم الخدمة للناس في هذا
نعم، شكرا لك يا أحمد، سنتابع معك بكل تأكيد هذه التطورات داخل مستشفى شهداء الأقصى وكذلك التطورات الميدانية خلال الساعة المقبلة. شكرا جزيلا لك.